السلام عليكم خوتي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم خوتي عندنا تويوتا افنزيس دي كاب دي، هادي فيها مشكل في اللمبرياج تاعها. بون دابري ما يحكي مولاها ديجا عندها بعد 6 موا ولا 7 موا 8 موا كاكا مني بدلوا لها ميكانيزم، مشكل في اللمبرياج تاعها. قلت لكم عندك هكا واحد 7 8 موا بدلوا لها ميكانيزم، دروك ولات تعمل واحد الضرب، اسمعوها تضرب كي اللمبري يسكت يحس هذاك. شوف معنا في لومبري اسكت، كي نوض كي نسيبها اسمع ضرب ولي فيتاس ما يحبوش يعديو. هاني لومبري هاي بريمير ما تحبش تعدي، مارش ريير كيف كيف ما يحبوش يعديو. هنا شغل عدا راهو البلاطو ماهوش قاعد يحل على الديسك، يقعد مكروشي. نطفيوها لي فيتاس تاعنا يعديو نورمال. ها هاي مارش ريير صون امبرياج يعديو نورمال. هاي مارش ريير كي نوضها يولي ما يعديش. ها هاني مومبري يولي ما يعديش خلاص. ها شوفو فيه. ها ميم كي نحب نعقب الطوموبيل تتحرك. ها هنا مش قاعد يحل الامبرياج مليح. برك هذه ما نجموش نعرفوا واش كاين غير لا حلينا. درك نحلوها ان شاء الله ولا تكون مشكله. درك هنا عندنا ديجا في الكراج لازم نطفي ونعقب الامر شريير ونوض باش نجم نعدلها قد قد. هذه رجعت لورا درك كيف كيف برمير ما تحبش تعدي. ها نطفيوها نعقب البريمير ونعاود نوض. هلا هاو الضرب سمعني. هو الموتور طرف لومبري وها يسكر غير نقيس شويه لومبري يسكر. ها نروح نحلوها ان شاء الله ونقول لكم تشوفوا معنا المشكل اللي كان فيها باذن الله. خوتي كي قاعد نحل فيها شوفوا هنا كاينه في تاع ماء هاي من قبل هي، وهنا كيف كيف تيو هذا كيف هو قاعد يودر شويه في الماء. وشوفوا تيو تاع المازوت كيفاه لقيتو مطبز تاع الروتور تاع المازوت. الطوموبيل كان يبربش فيها واحد ما يعرفش كومو لها هو اللي قايم بها شغل، بصح ما هو ما يعرفش يخدم قاعد يبربش بركه. صار دي ميكانيسيون ما يعرفوش يخدموها خليها واحد قرطولها سيفور مضيفه وسوداو فيه نشبعو. ها هو داك تشوفوه كنا نعطيو لكم كاين لي بونون لقيت فاسدين وكاين دي بونون صحاح ودي بونون يخصو راح اصول واش نقول كيف شويه كاتاستروف. دوك نعطي لكم من تحت السيبور لي مسودي ومضيفي و اهو هاو المسودي و
هاو وين مسدي من هنا وسي دايرين له طرف شوف البونو من هي هديس ورندلة وموديفيكاسيون حصل دوك نكمل نحل ان شاء الله واش مازال ونهبطوا لبطة ان شاء الله. ساعات تولي الواحد يخدم في خدمة الله فوق قلبه تلموني متبربيش بركة تاع تبربيش لي ما يصلحش الناس ما ماهيش كاليفي هادي قدر يصيبوا طير دو بواطا وكامل مناحي هاو قاعد نحل قاعدة تتحل ديما نخلي بولون هك ومازال ما هزيتهاش دوك نهز البطا ومن بعد ان شاء الله نكمل نحل كل حاجه قاعده تتحل مازال غير البولون هدايا برك اللي حكم تور دو بواط هذا وسي بور الفوقاني درك نحيه باذن الله هي تحلت من هنا خلاص شوف نحل الفوقاني ومن بعد نحي نسيو نديبلاسيوها باسكو ماهيش سهله بعد ديبلاسي تاعها باسكو محصوره لهنا مع البيرسو بعد هادي درك نشوفو كيف انا نقدر نحيو البيرسو على جال مش تنحى البيرسو ما نحيهش انا جامي نحيه وشنو هو نحاولوا نحلوها نحاول الميكانيزم ان شاء الله هذا اخف الاتعاب كما يقولوا بنقصوا علينا هذا هو دوك نحلو ان شاء الله ومن بعد نرجعوا معكم خوتي هذه لازم يهود الباس بات تجبد لابواط باسكو فيها الديبريابل الديبريابل يجي خارج لازم يهبط البرس في التهبيطه تاع البرسو خرج لي مشكل عويص تاعنا خرج لي مشكل تاع بولون فوري في الشاسي سلامه بينا وكون فوري لي تاع لا دروات خير من لي فوري لي تاع لا غوش باسكو نحتاج تاع لا غوش يهوت ها تاع لا دروات تنحى وتاع لا غوش يعني ما لقيتش حل باسكو لابواط ها توصل هنايا وتحبس والطوموبيل فيها ديبريابل دونك كيما تخرج شويه لابواط بلوكي مع البرسو لهنا لازم يهود البرسو كوتي غوش باتولي لابواط نجم يعود عندي لاكسيل هنايا واحد 5 سنتيمتر اخرين باه نجم نحلها باه نجم نوصل لي بولون تاع الفولوموتر تاع البلاطو قلت تاع الفولوموتر اي فوالا حصل دركا قادر نعاود نلمها ونرجعها لمولاها لا غالب واش راح نديرو له بولون فوري دركا تولي في مشاكل كبيره مشاكل عويصه نحيت البولون خاوتي بصح رجعوا وما نهرتليش يرجع ونحيت الميكانيزم المشكل اللي كان في الديسك تاعها دوك نعطيكم لي شيت تاعو هو هاو تكسر الديسك تاع لومبرياج عندو دي روسول يجيو هنا ها كيفاه يجيو هاو تكسرو كاين حتى اللي ترحى الروسول هاك كيما هذايا كيما هذا شوف هادوما كل كان يقيسو مع الفولوموتير لابيتي تاعو راهي ملاحة فرشاة لابيتي ملاح عندها هذا وسي او في الديسك وراح مولاها يشريه داه معاها على ذيك اللي كيجي من بعد بربي ان شاء الله دوك نعمل كم فيديو عليه المهم ما هو اللي تكسر او الديسك تكسر راك تشوفه في اللي روسول تاعو على ذيك يضرب دب 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 كيما قلت لكم في اول فيديو قلت لكم مادام ما تحب الديماريو من هنا كاين الديسك تكسر هاي صحيحة دوك نعطيكم فولوموتر وين كان يقيس بعد ما لو حيد شنو صعيب ياسر هاو ها همك مع البولو تاع الفولوموتير عم ترحاو تما بعد لي روسال تاع الديسك فولوموتير او مليح يعني ما فيهش يجي بزاف ولا حاجه هذا هو درك يجيب لي موراه ديسك ان شاء الله هادو مونطيو و لابيتي كانت شيحة خلاص صح ممكن يمسها و لقيت تاعها بدا يتحفر لقيت بيتي وسي شايح خلاص حتى لومبرياج و باين كان عاصي عندو توصل شايح خلاص كيفو كيف لابي
مالقري عنده قال لك 6 شهور من يبدلوا له الميكانيزم. هذه درك يجيبها ان شاء الله نعاودو نركبو ونقول لكم كش ما كاين حاجه جديده ان شاء الله. هاو خاوت الديسك تاعها كيف تكسر شوفوا فيه شوفوا من الورا كيف ولا هذا هو اللي قلت لكم ديروا صوتي هاو تكسروا هاو كي جبنا الديسك الجديد هاو كيف يجي ما فيه لا جو لا حتى شيء. هذا الديسك الجديد وبسيف مراه للقاه هذا هو دوك نركبوه ان شاء الله بيه بالبلاطو باسكو البلاطو ولا راح نبدلو. شوفوا السنين تاعو هنا كيف عواج هذا عواج ولا هابط هذيك والاخرى اللي قدامها شويه دونك ينجم يدير لنا مشاكل وبالجي يتبدل حتى البلاطو. جربتو في لابواط يجي هذا اللي كان داير مشكل واللي كان يقرب عطا قرب 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 كيما قلت لكم الديسك هو اللي قاعد يقرب عطا. هذا شوف هنا كيف ولا فيه الجو خلاص نحطوه الكونتر هذا ها حاجه جديده دوك نركبوه ان شاء الله ونقريسيو لابيتي باسكو كانت شايحه خلاص ونركبوه ان شاء الله وتخرج الطوموبيل غلطه لا. بون خاوتي لميتها كاملة ركبت لها ميكانيزم قفلت لابواط لي كاردون كل شيء يعني لي شي لي نحيتو كل بورون تاع البرسو قال لي مولاها خليه دوك ندبر راسي عندي واحد شكون راح يديه يعني اللي عندي شاليمو من هنايا دوك يشوفو كيفاه يديرولو نجربو الطوموبيل دروك اسكي اسكي راهي كيما ولا لا جرب نقطعها تبدا حس دوارو الفيتاس عم يعديو نورمال هاي ما شريت لك الطوموبيل قضت لقاش فيها الحس المشكل اللي كان فيها هو تاع تاع الديسك مكسر كما قلت لكم على الاول. هذه اليوم في تويوتا افانسيس قدمتها كما كنتم شفتوا ماهيش سهله بولونات بزاف يعني حوايج بزاف يتنحاو فاصون. بارطاجيو الفيديو خلي الناس الكل تستفاد وتعمل المعلومة ونقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرين ومعلومات اخرى ان شاء الله. هذا هو والسلام عليكم.